السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في قناة يوميات كريم. النهاردة هنشرح الجمع والجمع بالإضافة، وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالتوفيق لكل حبايب الطلبة والطالبات. النهاردة هنرحب معايا مدحت، ازيك؟ الحمد لله. أهم حاجة تحطوا اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلكوا كل جديد من كل فيديوهاتنا. تمام، النهاردة بقى نبدأ في الجمع. الجمع حاجة سهلة وبسيطة، هنبدأ برقم واحد في الأول. أول حاجة لو جمعنا 2 زائد 2 بتساوي كام؟ 4. 4، برافو عليك. طيب لو كبرنا العدد شوية وقلنا 24 زائد 23، رقمين قصاد رقمين، هنقول هناخد أول خانة وهي خانة الأحاد. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا احاد، عشرات، مئات، الاف. تمام، طيب هنبدأ بأول خانة، هناخد الاربعة زائد التلاتة كام؟ سبعة. واتنين زائد اتنين؟ اربعة برضه. طيب ايه رأيكم، احنا كده اخدنا احاد مع احاد وعشرات مع عشرات. تعالوا نكبر الرقم شوية ونقول لو تلاتة واربعة وكمان اتنين زائد اتنين خمسة اتنين، تعالوا نجمع. طيب 3 و2 7. 3 و2 3 و2 فكرتها 4 و3. لا، 3 و2 5 و4 و5 هنحط الخمسة في مخنا ونطلع لحد الأربعة. الأربعة يبقى هنقول 5 6 7 8 9، يبقى احنا كده كام؟ 9. 9 و2 و2 4. تعالوا نكبر الرقم شوي، 2 5 4 زائد 3، زودنا رقم 2 4 3. تعالى نجمع 2 و 3 2 و 3 نحط ال 3 في مخنا. ايوه، نطلع لحد 3 4 5 5 و 5 و 2 سبعة، وأربعة وأربعة تمانية، وواحد وتلاتة أربعة. كده إحنا عرفنا إن إحنا نجمع، مظبوط؟ طيب تعالوا بقى نشوف حاجة تانية، وهو الجمع بالإضافة. يعني إيه بالإضافة؟ يعني أنا دلوقتي معايا مثلا 25 ناقص 6 وكمان واحد، يعني 16. عفوا، هنجمع، يبقى 25 زائد 16، 5 و6 كام؟ 11. الستة في مخنا وناخد الخمسة على ايدينا، 7 8 9 10 11. طب هنحط ال 11 كلها؟ لا، هنحط الواحد بس. والواحد التاني فين؟ على الرقم اللي بعديه. على الرقم اللي بعديه، على دماغي الاثنين. طيب تعالوا بقى نجمع، ادي 1 زائد 2 3 و1 4، وهو ده الجمع بالإضافة. تعالوا نكبر المسألة شوية ونقول 3 زائد، ماشي، ونقول مثلا 6 و1، وهنا مثلا 9 وهنا 6 وهنا 1. طب نجمعها ازاي دي؟ هنقول 3 زائد 9 12. طيب اتنين ومعايا الواحد. طيب ستة وستة اتناشر، وواحد 13. تلاتة ومعايا الواحد. طيب واحد وواحد واحد تلاتة. صح كده، مظبوط. تعالوا نكبر مسألتنا شوية ونحلها بطريقة اسهل. نقول 4 و7 و5 و6 و9 و1، نجمع السبعة في مخنا ونطلع الأربعة على ايدينا. بعد السبعة 8 9 10 11، نحط الواحد، والواحد التاني فين؟ على دماغ الخمسة. تعالي يا خمسة، احنا هنضيف لك واحد، يبقى واحد وخمسة 6. 6
ستة في مخنا والستة على ايدينا. بعد الستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. هنحط الاثنين والواحد فين؟ على دماغ التسعة. على دماغ التسعة. طب تسعة وواحد؟ تسعة وواحد تبقى عشرة. وواحد؟ حداشر. طب هنحط الحداشر كلها؟ لا. ليه؟ هو في واحد في حاجة هنا؟ مفيش. يبقى نحط الحداشر كلها واحنا مطمنين. دي طريقة حلوة جدا للحل. طيب لو جات لنا مسائل زي كده، تلاتة اتنين اربعة زائد سبعة اتنين واحد، احلها ازاي؟ طب دي مسائل اسمها مسائل عرضية بالعرض، لكن دي مسائل افقية. تعالوا نحل المسألة اللي بالعرض دي. اول حاجة احنا اتفقنا في المسائل اللي هي الطولية او اللي هي كده بناخد الاحاد والعشرات والمئات، صح؟ صح. طيب ما نعمل نفس الحكاية، هي هناخد دي، ايوة، نوصلها بايه؟ نوصل التلاتة بالسبعة، الاحاد بالاحاد، يبقى التلاتة زائد السبعة، السبعة في مخي والتلاتة على ايدي، على ايدي. بعد السبعة تمانية تسعة عشر. برافو. هنحط الصفر ومعانا الواحد على دماغ الاتنين. تعالي يا اتنين، ها هتروح اتنين فين؟ على اتنين كام؟ اربعة ومعانا واحد، واحد يبقى خمسة. برافو. طيب والاربعة بقى دي اللي هي في خانة المئات مع الواحد كام؟ ستة. اربعة مع واحد كام؟ اربعة مع واحد خمسة. برافو، ادي الخمسة. المسائل سهلة وبسيطة. طب لو انا جيت قلت لك مثلا هنا تلاتة وهنا اتنين وهنا واحد، ماشي، زائد كام في خانة الاحاد واتنين أربعة، ماشي، بتساوي سبعة وأربعة ونقط. تعالوا نجمع. طيب بصوا بقى الحركة دي، احنا كده بقى التلاتة دي المفروض ناخدها مع الأحاد. طب هو جايب لي هنا سبعة ودي مسألة أكمل، طيب نحلها ازاي؟ الله، طب ما هو مديني سبعة، ايه هنا اجمعه مع التلاتة يديني سبعة؟ اقول له طب ما انا عامل عملية طرح، لو قلت السبعة اشيل منهم تلاتة، انت معاك سبعة برتقانات، خدت منهم تلاتة تبقى كام؟ خدت منهم تلاتة تبقى اربعة. برافو، يعني المطلوب هنا عشان نجمع اربعة. طب هو جمع لي ايه؟ تلاتة واربعة سبعة، واخد لي الاتنين مع الاتنين ادتني اربعة، يبقى الناقص بقى عندي الخمسة، لأني أربعة وواحد أربعة وواحد خمسة، صح كده؟ تعالوا بقى ناخد الواجب بتاعنا، وطبعا الورق طبع، تعالوا ناخد الواجب عشان أسيبهولكم وتحلوه لما تخلصوا الفيديو، كمان عشان نراجع وتكون الدنيا تمام بالنسبة لكم وعرفتوا ان انتوا تاخدوا الجمع صح. ده كان الواجب بقى، تعالوا نعمل كده علشان ما يطبعش في الورق اللي تحت زي التاني. الواجب اربعة خمسة ستة زائد اتنين واحد اتنين، سبعة تمانية تسعة زائد اتنين تلاتة اربعة، خمسة صفر واحد زائد واحد اتنين صفر. كمان تعالوا ناخد تلات مسائل عرضية. تلاتة اربعة سبعة زائد اتنين خمسة واحد، سبعة تمانية تسعة زائد اتنين اربعة واحد. طيب تمانية خمسة ستة زائد اربعة واحد تلاتة. مع اطيب تمنياتي لكم بالنجاح، وادي الورقة قدامكم علشان الناس تاخدها شوت سكرين او تبدأوا ان انتوا تنقلوها في ورقة خارجية وتحلوا كويس، وان شاء الله بالتوفيق يا رب للجميع. واتمنى ان انتوا ما تنسوش اللايك والشير
وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله انتظروني في الحلقة الجاية، حلقة الطرح ان شاء الله، وكمان هعمل لكم حلقة تانية عشان نعرف القيمة المكانية للعدد، وده لسنة رابعة الترم الاول ان شاء الله، مراجعة كمان عليه علشان هناخد حاجات اكتر وحاجات بتوسع اكتر. واتمنى يا رب الفيديو يكون فاتكم عشان كمان يفيد الجميع، وبالتوفيق للجميع.